أنا بس هعمل تصاميم بس إيه؟ يعني تفاصيل إنه إيه إن هي مش هقدر أقول الكلام ده. شوف HM Studio all over the world، لندن، أمريكا، يوروب، كل مكان. من 3 سنين ونص في أيام الكورونا لما كنا محبوسين، كلمتني صاحبتي كانت منهارة لأن طتها نطت من شباك ومات. فبعد فترة قالت لي أن هي نفسها تعمل ديزاين اسمها كان ليلي عشان تبقى ذكرى حلوة ليها. ما كانتش عايزة الاسم يكون واضح قوي، ولا كانت عايزة معقد إن هو ما يتفهمش. فابتديت أعمل لها كذا سكتش طريقة أبستراكت، وعجبها منهم واحد، ده اللي عملته بقى على كل هير برودكتس دلوقتي. يعني إزاي تطور الموضوع معاكي؟ هي ابتدت توري لصحابها، صحابها بقوا عايزين برضو لأساميهم، للفاميليز، ابتدوا يطلبوا مني أعمل لهم الاسم. طبعا كنت في الأول بعمله for everyone free of charge لأني بدأتها في الأول كهواية. فابتديت أطور الموضوع وأشتغل ككرييتر وبزنس كونتنت، أعمل بروموشن بقى للبراند بتاعتي. توسعنا لحد ما ابتدينا ننفذها على برودكتس كمان. إيه هي الصعوبات اللي واجهتيها؟ صعوبات واجهتها الكلاينتس عمرهم ما هيرضوا في حياتهم، مستحيل. منخش بقى في لوب انليميتد لمده 2-3 شهور قبل ما نوصل لحل ونوصل لمنتج يعجبهم وبعدين ننفذ.